مشاهدي الكرام حياكم الله ومساكم الله بالخير، تقبل طاعتكم في شهر رمضان المبارك. مثل ما حنا عودناكم دائما في جولاتنا وزياراتنا لأهل الدواوين في جميع محافظات الكويت، لكن احنا اليوم موجودين في منطقة صباح الناصر وفي ديوان الدكتور عبد العزيز مطيران لصويت في منطقة صباح الناصر. هالديوان الجميل خلكم معنا، راح ندخل وراح نسولف مع أهل الديوانية في ديوان الدكتور عبد العزيز مطيران لصويت في منطقة صباح الناصر. حياكم الله مشاهدي الكرام في برنامج غبقة رمضانية، وكل عام وانتم بخير، تقبل طاعتكم في هالأجواء الرمضانية الحلوة. مثل ما احنا عودناكم مشاهدين الكرام في لقاءاتنا وجولاتنا في ديوان أهل الكويت، لكن احنا اليوم موجودين في ديوان الدكتور عبد العزيز مطيران لصويت في منطقة صباح الناصر. هالمنطقة الجميلة الحلوة بأهلها وهالديوانية الحلوة فيها الجمع الطيبة، لابد ان ناخذ هاللقاءات الجميلة مع أهل الكويت ونسولف احنا معهم عن عادات أهل الكويت وتقاليدها في شهر رمضان المبارك. راح نرحب في بداية هذا اللقاء مع أخونا والدكتور عبد العزيز الصويت، فنقول لك كل عام وانت بخير دكتور، عساك على القوة وتقبل طاعتك. وانت بخير وصحة سلامة منه ومنكم، وعاد الله علينا هذا الشهر وعليكم بالخير والبركة. دكتور عبد العزيز الصويت، احنا اليوم في ديوانكم في ديوان الدكتور عبد العزيز الصويت مطيران الصويت في منطقه صباح الناصر، ودنا نتكلم عن العادات والتقاليد الرمضانيه. احنا ما شاء الله نشوف الديوانيه ما شاء الله عامره بهلها، ونشوف هالشباب وهالكبار كلهم موجودين في هالديوانيه، وتدري انت ما شاء الله الكل يحسد على هالكويت على هالديوانيات هذه، هالجمع الحلو خاصه في شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه احنا نرفع اسمايات التهاني والتبريكات الى حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، والى الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الارض الطيبه المباركه، وعاد هذا الشهر علينا وعليكم بالخير واليمن والبركه. طبعا ما يميز هذا الشهر بالتواصل بين الاغارب والاحباب والزيارات المتواصله والدائمه في هذه الدواوين العامره دواوين اهل الكويت، واحنا ما يميز هذا الشهر ان احنا دائما نتواصل فيه، والكل صراحه من طلبتنا اللي خارج الكويت وعيالنا اللي برا الكويت يعني يرغبون او يحبون ان يصومون هذا الشهر عند اهاليهم، واحنا يعني ما شاء الله في ديرتنا العامره وبهذه الجمعة الطيبة وبدواويننا العامرة تعودنا دائما في هذا الشهر أن نجتمع فيه ونتواصل مع أحبابنا وأقاربنا ونتبادل الزيارات في هذا الشهر والغبقات الرمضانية. الأمانة هذا فعلا هو شهر خير وشهر يجمع وشهر بركة، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم على هالوجيه الحاضرة في هذا الديوان بالخير والبركة والصحة والعافية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد. كثير ما شاء الله يتواصل في الديوانية هذه. نقول لك دكتور عبد العزيز الصويت عساك على القوة وتقبل طاعتك وكل عام بخير، ونقول لك على هالجمعة الطيبة إن شاء الله هالديوان هالمبارك هذا، وكل عام بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة، وأشكر تلفزيون الكويت على هذه التغطية الجميلة وعلى هذا التواصل مع كل أفراد المجتمع والحضور في ديوانياتهم وتغطية غبقاتهم، لنبين للعالم الخارجي بأن دولة الكويت دولة خير ودولة محبة ودولة سلام وفيها لمة وجمعة في هذا الشهر الطيب المبارك. شاكر لك أخوي نجيب. مشاهدي الكرام متواصلين معاكم في ديوان الدكتور عبد العزيز مطيران لصويت في منطقة صباح الناصر، ولقاءاتنا الجميلة مع أهل الديوانية ومع الضيوف اللي موجودين وهالديوان الجميل بهلا. لابد احنا يعني نسأل بعض الأسئلة الحلوة في شهر رمضان المبارك. معانا الدكتور فايز الظفيري. دكتور فايز الظفيري نقول لك كل عام بخير وتقبل طاعتك ومبارك عليك شهر. كل عام وانتم بخير وحياكم الله، وهذه فرصة سعيدة الحقيقة أن نلتقي يعني في جو اجتماعي، جو رمضاني كويتي معتاد الحقيقة بالنسبة لنا، لكن اليوم بحضور تلفزيون الكويت فنشكر لكم يعني مقدما وجودكم وتفاعلكم مع هذه الفعاليات الرمضانية، حياكم الله.
دكتور فايز الظفير، يمكن انت عملت في برا الكويت في ملحق ثقافي في امريكا، خلينا نتكلم، فاكيد لابد انك عشت تقريبا 5 سنوات برا الكويت حسب ما يعني بلغ او قلت لنا، فيعني لابد انك فقدت هالجمعه، فقدت هالامور هذه كلها، ان الجمعه الديوانيه يعني الغبقات الرمضانيه، فلابد لك ذكرى، يعني ذكرى جميلة تكون لما توصل الكويت. برا الكويت شوي تحس إن رمضان شوي غريب، مو مثل ما تكون أنت بين أهلك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة ما فقدت، لما نقول إحنا فقدنا ما فقدنا، لأن الكويتيين اعتادوا في هذه البلد على هذه الروح الحقيقة الرمضانية اللي انبثت بأرض الكويت من خلال يعني اهتمام الشعب الكويتي، وعلى رأسهم طبعا القيادة الرشيدة في البلد سمو أمير البلاد سمو ولي العهد، دائما يرعون ويدعمون الحقيقة التواجد، وهم المبادرين لاستقبال الشعب في رمضان. وبالتالي تجد حتى في القربة الطالب الكويتي أو السفير الكويتي الموظف الكويتي لما يروح في القربة يمارس هذه الطقوس، وبالتالي الحقيقة في رمضان بالذات لا نفقد هذه الأجواء نمارسها، لكن طبعا على نطاق أوسع. اليوم احنا هنا متواجدين في إحدى الدواوين الكريمة بالكويت، ديوان الدكتور عبد العزيز السويط انطيران السويط وأخوانه، وهذا الحقيقة يمكن أمر يعني نشكر الله سبحانه وتعالى عليه على وجود هذه الدواوين اللي سهل الوصول لها والتنقل بينها والتنوع الحقيقة بأفرادها. أما في القربة أستاذنا الكريم، في القربة أنت تكون يعني النطاق ضيق ومحدود الحقيقة، وبالتالي نمارسها في جو يعني خلينا نقول أوسع مكثف، لكن ما هو يعني أوسع في الوقت وليس أوسع في النطاق، وبالتالي نعيش أجواء هناك في القربة سواء على مستوى السفارات الكويتية أو حتى على مستوى الطلاب الكويتيين في مناطقهم. دكتور فايز الظفيري، نقول لك كل عام بخير، تقبل طاعتك ومبارك عليك الشهر، وفرصة سعيدة لحنا نتقينا معك. أشكر لكم الحقيقة مرة ثانية تواجدكم معنا في الزون الكويتيني والفعاليات، وهذه الحقيقة لمسة كريمة منكم أنكم اليوم تدشون وتتواصلون مع الناس في دواوينهم، فمشكوريني. حياكم الله مشاهدي الكرام، متواصلين معاكم في ديوان الدكتور عبد العزيز مطيران السويط في منطقة صباح الناصر، ولقاءاتنا الجميلة مع أهل الديوانية. معانا الدكتور سعود الرشيدي، نقول لك كل عام بخير دكتور، تقبل طاعتك ومبارك عليك الشهر. منا ومنك وصالح الأعمال، جزاك الله خير طال عمرك. دكتور سعود الرشيدي، احنا في هالديوان الجميل بهلا وفي هالجمعة الطيبة، لابد ان في ذكريات رمضانية حلوة عند الدكتور سعود الرشيدي. اولا نبعث اسمى ايات التبريكات لصاحب سمو امير البلاد حفظ الله، وثانيا نشكر اخونا الدكتور عبد العزيز السويط على اتاحتنا الفرصه، وثالثا نشكر تلفزيون الكويت على المبادره الكريمه من ضمن المسؤوليه الاجتماعيه اللي بث هذه الروح الوطنيه لنا كجمعه. نشوف الان تلتفت يمينك ويسارك تشوف شرائح المجتمع ككل، الحمد لله والشكر، وهذه بركه الشهر الفضيل ولله الحمد والشكر. دكتور خلينا نتكلم باختصار عن الغبقات الرمضانيه. طبعا هذه من التقاليد الكويتية العريقة، الغبقات الرمضانية. الغبقات الرمضانية هذه تشوف شرائح المجتمع فيها كلها، تشوف جميع أنواع الخيرات الموجودة، ولله الحمد، ولله الحمد مجتمع خير، ولله الحمد والشكر مجتمع من أفضل المجتمعات الآن اللي احنا نشوفه، لأن أنا اشتغلت في دول الخليج بشكل كثير، لقيت الصفة هذه الحمد لله تميزنا فيها ككويتيين بصفة عامة. الغبقات الرمضانية تشوف كل يعني على قولتهم كل بيت كويتي يتنافس في توفير أفضل أنواع الغبقات الرمضانية، وكل بيت كويتي يتميز فيها. دكتور سعود الرشيدي، نقول لك يعطيك العافية وعساك على القوة وتقبل طاعتك، وكل عام وانتم بخير. منا ومنك وصالح الأعمال، جزاك الله خير. حياكم الله مشاهدي الكرام، لا نزال موجودين معاكم في ديوان الدكتور عبد العزيز مطيران للسويط في منطقه صباح الناصر، وخذينا لقاءات مع هالاسره الجميله ومع ضيوف الديوانيه المميزين. دائما معانا الدكتور علي الظفيري. الدكتور مساك الله بالخير، تقبل طاعتك وكل عام وانتم بخير، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك، الله يسلمك، جزاكم الله خير، تسلم.
دكتور علي الظفيري، لابد احنا يعني هينا هالديوانيه وقعدنا وسولفنا، لابد ان كل انسان له ذكريات حلوه جميله رمضانيه. الكل يعني يمكن واحد مو شايفه قبل 5 سنوات او 6 سنوات 10 سنوات تشوفه في رمضان، تشوفه في ديوانيه من هالديوانيات هذه. صحيح. بسم الله، بالبدايه انا اقدم اسميات التهنئه والتبريكات لصاحب سمو امير البلاد والشعب الكويتي، وبداية نقدم كل الشكر والتقدير للدكتور عبد العزيز سويد اللي تحنا هذه الفرصة وتحت هذه الديوانية اللي يوجد فيها مختلف شرائح المجتمع الكويتي. في الحقيقة يعني رمضان هو مناسبة أجواء إيمانية وأجواء اجتماعية وأجواء مختلفة في الحقيقة صراحة. يعني اتاحت هذه الفرصة من السلام والتواصل مع الناس والتسامح والقلوب المفتحة مع بعضها البعض، هذه من أحد السمات وجلب عليها حقيقة المجتمع الكويتي بشكل كبير جدا. والله الحمد يعني احنا قاعدين نتواصل مع اختلف مجتمعات المجتمع الكويتي، ونتمنى هذا الأمر يعني يستمر وتتميزون فيه بشكل أطول. والتميز احنا المجتمع الكويتي كذلك في وجود الدواوين الحقيقه، وهذه يمكن ميزه مختلفه عن المجتمعات الخليجيه مختلفه، وهذه يعني مناسبه جدا مهمه بالنسبه لقلوبنا. يعني دكتور علي الظفيري نقول لك العام بخير، تقبل طاعتك ومبارك عليك الشهر. الله يسلمك وجزاكم الخير، ومشكور للتلفزيون الكويتي اللي تحت هذه الفرصه، ونتمناكم ان شاء الله تبريكات وايمان ان شاء الله. الله يسلمك. مشاهدي الكرام، كنا معكم في يعني هاللقاء الجميل وفي هالقبقة الحلوة الجميلة في ديوان الدكتور عبد العزيز مطيران لسويت في منطقة صباح الناصر، وسولفنا ودردشنا وتكلمنا عن الأجواء الرمضانية الحلوة في شهر رمضان المبارك. نقول لكم إن شاء الله مشاهدي الكرام وزملائي في الاستديو راح نكون إن شاء الله باشر في ديوان آخر وفي محافظة أخرى وفي منطقة ثانية لبرنامج غبقة رمضانية. نقول لكم إلى اللقاء.